ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Salma? This is your course plan, inshallah. Inshallah, we will continue reciting from al-juz 15. Okay, we will finish Surah al-Isra and we will start, inshallah, Surah al-Kahf this month, inshallah. And also, we will take the rules of al-mim al-sakina. Okay, the rules of al-mim al-sakina. We have three rules. إظهار شفوي and إدغام شفوي and إخفاء. Okay, we will take this month بسم الله الإخفاء الشفوي and الإدغام إن شاء الله بإذن الله. Okay, we can take the three rules and we can take two of them. Okay, yes, and we will practice on them إن شاء الله بإذن الله. Now I will recite some آيات from سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. جزاك الله خيرا سلمى، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.